السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفة اليوم ان شاء الله غادي تكون وصفة اللازاني اللي غادي نقدمها ان شاء الله بالدجاج، وغادي نقدمها بلا صوص بلانش ومع انواع مختلفة من الجبنة. ما غاديش ندير فيها هذه المرة الكفتة، وما غاديش ندير لا صوص طوماط. صراحة كتجي هائلة في المذاق وكتجي مختلفة يعني على اللازانيا العادية. انا شخصيا صراحة ما كتعجبنيش لاصوص طوماط، سواء في البات العاديين او لا في اللازان كنفضل انه يعني ديما تكون اون صوص بلونش. اذا هنا يا اخواتي غادي نمروا، غادي نقدم لكم ان شاء الله في هذا الفيديو يعني كل مرحلة بوحدها. اول حاجة عفوا، خديت هنايا طنجرة وضعت فيها الماء طايب، وحطيت فيها شوية الملحة وشوية ديال الزيت، وضعت ديك اللازانيا الطيب. ومن بعد ما كطيب بطبيعة الحال كنحيدوهم وكنوضعهم على واحد السيف اللي يكون نقي، وتخليهم يشربوا هذاك الماء اللي فيهم. والمرحلة الثانية من اللي غنمروا لها هي تحضير ديك الانواع الجبنة اللي غنخدموا بها. خديت هنا شوية القزبر المعدنوس اللي قطعت، غادي نستعمل نصف الكمية مع هذا الفرماج والنصف الاخر مع الدجاج، حشوة ديال الدجاج. بالنسبه لبنات لي فرماج اللي استعملت انا، فانا استعملت جبنه الريكوتا واستعملت الماسكاربون. بالنسبه لبنات الماسكاربون كتبقى اختياريه، يعني اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يستغني عليها. غنحتاجوا لواحد البيضه وشويه الملح والبزار، وايضا بالنسبه للفرماج فاللي هادو اللي كيبان لكم هكا محكوك، يمكن لكم تستعملوا لي دام تشيدار، يمكن لكم تستعملوا الموتزاريلا، اي حاجه بغيتو. انا خلطت شويه شويه من الحاجه، يعني فقط هادشي اللي كنحتاجو في هاد يعني الجبن اللي غنخدمو بيه. كتخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم وكتوضعوهم جانبا. ومن بعد غادي نمروا للمرحله الثالثه اللي هي مرحله تحضير الحشوه اللي غنخدمو بها هاد العظام. اذا اخواتي بالنسبه للحشوه، فغنقول لكم المقادير هما الاولين. غنحتاجو صدر ديال الدجاج وبصله ثومه، وغنحتاجو السبانخ واحد القبيطه ديال السبانخ، وايضا غنحتاجو الملح والبزار والسكينجبير. هنايا خديت هاد صدر ديال الدجاج اللي قطعته طريفات صغيرين هكذا، عباره عن مربعات صغار. يمكن لكم ديروهم شرائح طويله الا بغيتو، يعني كيبقى على حسب الرغبه. وهنايا غادي ناخذ واحد البصله كبيره اللي غادي نقطعها، الفصوص ديال الثوم درت هنايا 3 ديال الدروس، وايضا شويه ديال الربيع. غادي نحك هاد الثومه، وغادي نضيف ايضا الملح والبزار وشويه ديال السكينجبير والزيت العود. اذا خليكم معايا اخواتي ونلتقاو من بعد باش نشوفوا المرحله المواليه ان شاء الله. اذا اخواتي هذه المرحله ما قبل الاخيره هي تحضير صلصه البشاميل. فهنايا غادي نحتاج واحد اترو لاروب ديال الحليب مع واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق. انا البنات ما كنديرش الصراحه الزبده حيتاش كندير الفرماج، فكنحاول ما نكترش يعني من الدهنيات. كنحاول نخلط هنايا شويه دوك جوج معالق ديال الدقيق مع الحليب هو الاول حتى كيتحيدوا لنا هذوك الحبيبات.
وكنحطهم فوق النار، وكندير شويه د الملحه شويه د البزار. اللي بغات دير الكوزه ديرها، اللي ما بغاتش يعني تستغنى عليها. وكنضيف هذاك الفرماج امريكان، كندير طرف واحد، يمكن لكم ديروا جوج على حسب الرغبه، يعني نتوما على حسب الكميه اللي عندكم وعلى حسب الرغبه اللي بغيتو. حتى بالنسبه لاصوص بيشاميل فانا درت كميه اللي هي كثيره، يمكن لكم ديروا غير نص رود الحليب مع معلقه ديال معلقه عامره، يعني تكون معلقه شويه عامره ديال الدقيق، حيتاش انا لاصوص بيشاميل كيف غتلاحظوا معايا ما بغيتهاش تكون عاقده بزاف، ما بغيتهاش تكون ثقيله بزاف، بغيتها تكون يعني شي شويه خفيفه. المهم خليكم معايا اخواتي باش نمروا ان شاء الله المرحله ديال صافي، غادي نمونتيو يعني لو غراتان ديالنا ان شاء الله. هانتوما كيف ما كتلاحظوا يعني صافي، هذه هي اللي كيف بغيتها بالضبط. غادي نطفيلها وغادي ندوزو المرحله. هنا حطيت جميع المكونات اللي غادي نحتاج، منهم هذوك لي فرماج والحشوه ديال الدجاج ولاصوص بيشاميل والفرماج المحكوك. كيف ما قلت لكم يعني كيبقى اختياري، يمكن لكم ديروا لي دان، يمكن لكم ديروا الموتزاريلا اولا هذاك التشيدار، اي حاجه عندكم. انا هنايا خلطت يعني درت البارميزان ودرت الموتزاريلا ودرت التشيدار حتى هو. المهم اول حاجه وضعت واحد معلقه ديال لاصوص بيشاميل، من بعد وضعت عليها واحد ثلاثه ديال لي لازاني ديال عجينه اللازاني، وغادي نوضع لي فرماج. كتحاولوا يعني ديروا الكميه اللي غادي تجيكم موازيه في كل طبقه. انا هنايا درت ثلاثه ديال الطبقات، يعني الطبقه الاولى والثانيه والثالثه. خليكم معايا. اذا اخواتي هنا من بعد ما درت ثلاثه ديال الطبقات، وضعت الطبقه الاخيره اللي هي ديال لي بات، وضعت فوق منها لاصوص بيشاميل والفرماج كيف ما كتلاحظوا معايا. هذا هو لو غراتان ديالنا اليوم، كنتمنى يكون اعجبكم، والى اللقاء في فيديو جديد مع وصفه اخرى ان شاء الله.